צה"ל תקף בבירות. Get the uniformed forces out of harm's way. The tunnels that Hezbollah built. ألم تتحدث بأن الغارة الأخيرة الإسرائيلية لم تستمر؟ غارة بعد غارة في الضحى. إيران أوصلت رسالة لإسرائيل عبر طالب الجيش الإسرائيلي السكان في قال حزب الله اللبناني إن الجيش الإسرائيلي اعترف الجيش الإسرائيلي بمقتل 4 نتنياهو لضرب منشآت إيران النووية. تغطيتنا مستمرة حول أبرز المستجدات في لبنان التي تنتهي الحرب. بكم مشاهدين مجددا إلى هذه التغطية المستمرة لمتابعة أبرز تطورات الحرب في لبنان وقطاع غزة. مجددا أهلا بكم إلى التفاصيل. قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن محاولة اغتياله وزوجته من قبل حزب الله وكيل إيران كانت خطأ فادحا وفق تعبيره. هذا وزعم نتنياهو أن محاولة اغتياله لن تردعه وتردع إسرائيل في مواصلة حربها ضد الأعداء بحسب تعبيره. وبحسب هيئة البث الإسرائيلية فإنه من المتوقع أن ترد إسرائيل على محاولة اغتيال نتنياهو وبأنه يجب أن يكون أكثر قساوة بدوره. قال وزير الخارجية الإسرائيلي إن محاولة اغتيال نتنياهو تظهر الوجه الحقيقي لإيران. في ذات السياق قالت وسائل إعلام إسرائيلية أن تحقيقا أوليا للجيش الإسرائيلي كشف أن الطائرة المسيرة التي استهدفت منزل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في قيسارية من نوع صياد 107 التي يصعب رصدها واعتراضها. هذا وذكرت القناة الثانية عشرة الإسرائيلية ذكرت أن التحقيق كشف أيضا عن كون هذه الطائرة المسيرة من النوع نفسه الذي ضرب قاعدة تدريب للواء غولاني في منطقة بنيامين الأحد الماضي. وأضافت القناة الإسرائيلية أضافت أن التحقيق الأولي أظهر أنه تم إطلاق 3 طائرات مسيرة في الحادث وتم اعتراض 2 منها وفقد الاتصال بواحدة في أثناء المطاردة. هذا وقتل إسرائيلي وأصيب 14 آخرون أثر سقوط صواريخ أطلقت من لبنان باتجاه مناطق متفرقة من الأراضي المحتلة. وقال جيش الاحتلال في بيان قال إنه رصد إطلاق نحو 60 صاروخا من لبنان باتجاه الشمال. وقال في بيان سابق قال إنه رصد 20 صاروخا خلال رشقتين صاروخيتين في منطقة خليج حيفا والجليل الأوسط والجليل الأعلى، في حين تم رصد نحو 35 صاروخا في منطقة الجليل الأعلى والجليل الغربي. هذا وقد جددت الطائرات الإسرائيلية قصفها على مناطق بالضاحية الجنوبية في بيروت وفق ما أفادت مراسلتنا. ويأتي قصف الضاحية الجنوبية بعد هدوء نسبي استمر أياما حيث تجنبت إسرائيل قصف الضاحية بناء على اتصال حصل بين بايدن ونتنياهو قبل نحو أسبوع. كما قصفت الطائرات الإسرائيلية اليوم مدينة بعلبك وبلدي أنصار وبوادي في البقاع الشرقي للبنان من دون معلومات أولية عن قتلى وجرحى. من جانبها قالت وزارة الصحة اللبنانية أن شخصين على الأقل قتلا في غارة إسرائيلية على سيارة في جوينة ذات الأغلبية المسيحية شمالي العاصمة بيروت في أول هجوم للقوات الإسرائيلية على المنطقة. هذا ونقلت رويترز عن شهود عيان قولهم أنهما سمعا دويا انفجار صغير وشاهدا سيارة هونداي رياضية تسير على الطريق السريع الرئيسي جنوبا باتجاه بيروت قبل أن تتوقف على بعد نحو 100 متر من الطريق ويخرج منها رجل وامرأة إلى منطقة عشبية ليلا أو ليلة ذلك أو لي لذلك انفجار آخر.
ضغوطات سياسية في لبنان باتجاه تحييد مطار بيروت عن دائرة الاستهدافات الإسرائيلية، إذ طالما كان المطار عرضة للاستهدافات الإسرائيلية في عدة حروب شنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على لبنان. حكومة تصريف الأعمال حصلت على تطمينات لا ضمانات بعدم استهداف إسرائيل للمطار. شركة طيران الشرق الأوسط هي الوحيدة التي لا تزال تسير رحلاتها بشكل يومي من وإلى مطار بيروت بعد أن ألغت شركة طيران رحلاتها إلى لبنان على خلفية التصعيد بين حزب الله وجيش الاحتلال. يقع مطار بيروت على الجهة المتاخمة للضاحية الجنوبية لبيروت التي تشهد قصفاً ليلاً نهاراً، فما خطورة تسيير الرحلات على متن الخطوط الجوية اللبنانية في هذه الفترة؟ بخلال هالظروف هاي دايماً عنا تحليل مخاطر. بالأحوال العادية بيكون تحليل المخاطر مرة بالشهر، مثلاً مرة بالشهرين حسب الأوضاع. بهالأحوال هيدي بصفة يومية عم بيصير تحليل المخاطر، واتصالات مباشرة بين رئيس الشركة والسفرات السفرة، رئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس النواب، معالي وزير الأشغال بشكل مستمر مع قيادات الجيش. وهيك حيلا تغير بيصير بيخبرونا فيه. لحديت اليوم عنا تطمينات انه المطار وطريق المطار محيدين عن الصراع، وهذا اللي عم يخلينا نستمر. العمل في شركة طيران الشرق الأوسط داخل المطار يبدو طبيعياً، كذلك عمليات تقييم المخاطر بشكل يومي ودوري للتأكد من سلامة المسافرين. مع ذلك وضعت الشركة خططاً بديلة في حال تصاعدت الأمور وطالت الاستهدافات الإسرائيلية مطار بيروت. أولاً عم نعمل تقييم مخاطر لأنه بدنا نخلي هالمطار مفتوح، واجباتنا نخلي المطار مفتوح طالما الظروف تسمح، وشغلنا كله من هون. يعني إذا وقفنا الشغل من بيروت رح يوقف الشغل، ومنا بيوارد هلأ إنه نروح عمل ستيشن برا طالما الظروف سمحت لنا نكمل شغلنا من لبنان. إذا صار في استهداف رح نطلع الطائرات كلها لبرا، عنا خطة إخلاء للطائرات، وإذا في ركاب على الأرض، وبس تطلع الطائرات لبرا هونيك ساعتها لكل حادث حديث. استهدفت الغارات الإسرائيلية عام 2006 ثلاثة مدرجات في مطار بيروت ما أخرج المطار عن الخدمة. كذلك في عام 1968 دمرت إسرائيل 12 طائرة تابعة لشركة طيران الشرق الأوسط. أيضا في عام 1982 دمر جيش الاحتلال 6 طائرات تابعة للشركة نفسها. أمام تاريخ من استهداف مطار بيروت والمدارج من قبل الطيران الحربي الإسرائيلي، تزداد المخاوف من استهداف المطار مجدداً، خاصة أن هناك تطمينات لا ضمانات بتحييد المطار عن نيران جيش الاحتلال. من بيروت، مايا هاشم، تلفزيون سوريا. من جانبه أعلن حزب الله اللبناني تنفيذه عددا من العمليات العسكرية التي استهدفت جنودا ومواقع إسرائيلية جنوب لبنان وشمالي إسرائيل. وقال حزب الله في سلسلة بيانات أنه استهدف تجمعا لجنود إسرائيليين في جل الدير شمال شرقي أفيفيم بصلية صاروخية، وتجمعا آخر في المالكية، وأضاف أنه استهدف بصاروخ موجه دبابة ميركافا في محيط موقع العباد الإسرائيلي قبالة بلدة حول اللبنانية، مما أدى لاحتراقها ومقتل وجرح طاقمها بالكامل. واو شغال.
ولمناقشة وتحليل كل هذه التطورات العسكرية في جنوب لبنان والضاحية الجنوبية في بيروت، انضم إلينا مباشرة من عمان المحلل أو مباشرة نجيب مفارجة الكاتب والمحلل السياسي مباشرة من رام الله، وكذلك زعيم أو العميد الركن أيمن الرسان الخبير العسكري والاستراتيجي كذلك مباشرة من عمان. نبدأ معك سيادة العميد، إذا كيف تقرأ محاولة اغتيال واستهداف منزل نتنياهو اليوم بطائرة تقال بأنها طائرة من إيران؟ نعم ستي، يعني هذه مرحلة فارقة في تاريخ الحرب، الوصول إلى المبنى الذي يسكن فيه نتنياهو. هذا يعني أن كما كانت لبنان هنا معرضة، كاملة لبنان للقصف الإسرائيلي، الآن إسرائيل غير محمية سواء كان مسؤولين أو سكان في كامل قطاع إسرائيل. هذه المعادلة التي يحاول حزب الله الآن إيصالها. الوصول إلى بيت نتنياهو بالذات، إحنا إذا لاحظنا كان القصد هو استهداف شخص داخل البيت. إذا لاحظنا أن المسيرة التي وصلت من ضمن 3 مسيرات وصلت للشجرة التي أمام المنزل، قطعتها ومن ثم انتقلت إلى الزجاج المصفح، وبالتالي تم تكسيره من خلال الصور الواضحة أنه تم تكسيره والوصول إليه. غير مؤكد أن نتنياهو كان قريب، ولكن نتنياهو بعد ذلك خرج من وعلى الجمهور وقريب من المنزل. هو كان إلى حد ما يظهر سعادته أنه هو مستهدف كما الإسرائيليين، أنا منكم وهين أنا الآن مستهدف. هو حاول يستثمر هذه المحاولة بكسب شعبية أكثر والضغط على الداخل الإسرائيلي بتحمل القادم من المسيرات. واضح أنه إحنا دخلنا أيضا مرحلة جديدة بالمسيرات، الطائرات الحربية والمروحية لم تعد هي فقط في ميدان القتال الجوي، هنالك المسيرات، هذا السلاح الجديد المفاجئ الرخيص سهل الاستعمال، يستطيع أن ينفذ عمليات يعني خلينا نقول عمليات ناجعة في أي مكان آخر. أنا بعتقد أنه حزب الله التقط أنفاسه واستعاد مكانته، وهو الآن نجح في الاستخبارات، وهذه عملية بالدرجة الأولى هي استخبارية بالوصول إلى مكان إقامة نتنياهو ومحاولة قتله. هي مسألة الحظ، يعني نتنياهو نفذ هذه المرة، لكن هو ونفس الزمرة الحاكمة راح تنفذ في الأيام القادمة، ما بعتقد. إسرائيل معرضة للقصف، معرضة للنيران بقوة حزب الله. حزب الله الآن يعتمد قضية المراحل، أمامه عنده الصواريخ، يستخدم الصواريخ بدرجات متفاوتة سواء من بالتوازي وبالتدرج. يعني بالتوازي أنت تضرب بيروت، بضرب أنا تل أبيب، طيب وهكذا. في سياق الحديث يعني ننوه مشاهدينا يعني إلى هذا الخبر العاجل، المعذرة سيادة العميد عن المقاطعة، ننوه مشاهدينا إلى هذا الخبر العاجل. ممثلة إيران لدى الأمم المتحدة تقول بأن لا علاقة لطهران بالمسيرة التي استهدفت منزل بنيامين نتنياهو. إذا ممثلة إيران لدى الأمم المتحدة تصرح وتقول بأن لا علاقة لطهران بالمسيرة التي استهدفت منزل نتنياهو. إذا أستاذ نجيب فارجة، نعود إليك بالخصوص، كيف تقرأ اليوم هذا التصريح من قبل إيران؟ مساء الخير لك يا أمينة، ومساء الخير للعميد أيمن وللسادة المشاهدين. إيران هي يعني
القراءة المباشرة هي ترد على اتهام الاحتلال المباشر لإيران، الاحتلال فور وصول المسيرة إلى بيت نتنياهو وارتطامها واصطدامها بالبيت مباشرة اتهم إيران دون أن يعرف من يقف وراء إرسال هذه المسيرة ودون أن ينتظر حتى بيان تبني من أي جهة من الجهات. هو اتهم إيران، استخدم البعبع الإيراني لتبرير تصاعد حربه، وذلك جاء مصداقا ومنسجما مع تصريحات الناطق باسم الجيش الإسرائيلي الذي قال بعد استهداف منزل رئيس وزراء سيتم إحداث تصاعد في وتيرة القتال، وذلك أيضا جاء منسجما مع مواقف الكثير من الساسة الإسرائيليين سواء من أقطاب الحكومة أو حتى المعارضة. حتى فيكتور ليبرمان قال استهداف منزل رئيس الوزراء هو اعتداء على الرموز الوطنية الإسرائيلية، وهذا يعني تجاوز لكل الخطوط الحمراء من قبل إيران. بالتالي كان هناك إسرائيلي لإيران لتبرير أي ضربة قادمة سواء لإيران أو حتى يعني التصريحات الرسمية الإسرائيلية قالت إيران تقف وراء هذه المسيرة من خلال ذراعها وجهتها حزب الله اللبناني. بالتالي على ما يدبر أمر إسرائيلي معين في الخفاء لضرب إيران ويتم استغلال هذه المسيرة. الآن جاء الموقف الإيراني من خلال ممثلة إيران في الأمم المتحدة موقفا رسميا ليقطع الطريق على الاحتلال في أي موقف وفي أي رد فعل قادم على هذه المسيرة. بمعنى إيران اكتفى العدو عند هذه اللحظة. الاحتلال الإسرائيلي اقترف جريمة حرب باللغة الدبلوماسية الدولية، وهو الذي اعتدى على الأجواء الإيرانية واعتدى على الرموز الوطنية الإيرانية وعلى الكرامة الوطنية الإيرانية حينما قام باغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس آنذاك الأستاذ إسماعيل هنية قبل أكثر من شهرين على الأرض الإيرانية. وبالتالي يعني حشرت في الزاوية ووضعت في زاوية لا يمكن لها إلا أن ترد، خصوصا أن إيران فرضت قواعد اشتباك جديدة في نيسان الماضي حينما ردت على إسرائيل لأول مرة في تاريخها بعد أن اطمأنت على مشروعها النووي باعتقادي، وردت على إسرائيل بعد استهداف الأخيرة لقنصليتها في دمشق. بالتالي أصبح السقف الإيراني الآن الرد على الهجمات الإسرائيلية وأدبيات الدولة التي تستطيع إيران تجاوزها. في سياق ما حدث اليوم من استهداف لمنزل يعني رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بطائرة مسيرة، حتى الآن حزب الله لم يتبنى هذه يعني العملية. هنا السؤال، بالتوازي مع ذلك يعني أستاذ نجيب، كما نقلنا العاجل منذ قليل بأن إيران تنفي علاقتها بهذه المسيرة وبهذه العملية، عملية استهداف منزل بنيامين نتنياهو، السؤال هنا ما قام بهذه العملية؟ بغض النظر عن الجهة التي قامت بهذه العملية، يعني كل ما دام لم يصدر أي تبني رسمي من أي جهة من الجهات كل الخيارات متاحة. وربما تستغربين، يعني لا أريد أن أكون متطرفا في حجم الفضاء العيني لهذه الأسباب، ولكن ربما يكون العمل مدبرا ومقصودا لتبرير ضربة قادمة سواء للضاحية الجنوبية أو لإيران. يعني هذه فرضية أيضا لا يمكن استبعادها، وإن كان نشاز ومرفوضة عند الكثير من المحللين لأن السمت العام الآن للمرحلة هي المقاومة، ومسيرات المقاومة تصل إلى كل مكان، وأتفق تماما مع سيادة العميد وصول المسيرة إلى منزل نتنياهو وهو الأهم باعتقادي، الأهم من سؤال من الذي يقف وراء المسيرة وإرسال المسيرة. السؤال الأهم ماذا تعني هذه المسيرة بغض النظر عن الجهة التي أرسلتها في حال لم تكن إسرائيل وراءها؟ هذه المسيرة تقول أن من أرسلها يملك بنك أهداف كامل، يعرف أين ينام حتى نتنياهو رئيس وزراء الاحتلال الذي يجب أن يكون أكثر مكان آمن في كيان الاحتلال، وليس فقط يملك بنك الأهداف وبنك المعلومات، إنما يصل إليه ويتخطى كل منظومات الدفاع الجوي، حتى يعني القبة الحديدية ومقلاع داوود وحيتس وحتى ثاد المنظومة الأمريكية التي ركبت قبل أيام وربما قبل يعني دعين يقول قبل ساعات، والآن هي قيد العمل وقيد الفعل. وبالتالي هذا فشل أمني استخباري عسكري ليس لإسرائيل فقط، أيضا
ومن أرسل المسيرة لا يملك فقط بنك أهداف ولا يملك فقط القدرات لإيصال هذه المسيرة، إنما أيضا يملك أدق التفاصيل وأدق المعلومات، وأرسلها يوم السبت وهو يعرف أن نتنياهو ينام يوم السبت في بيته، بمعنى يثبت بالعبرية هي الموجودة والمتواجد في قيصريا المحتلة عام 1948. نعم. بالتالي نحن أمام حدث أمني نوعي استخباري. من أرسل هذه الطائرة وإن لم تحقق هدفها يعني هو سجل انتصار أمني كبير على كيان الاحتلال. سيادة العميد الركن أيمن، يعني في سياق كل هذه التطورات التي تشهدها المنطقة اليوم، وفي أحد بيانات حزب الله قال بأنه أعلن أن الحرب دخلت مرحلة جديدة، هل يمكن أن نشهد اليوم يعني ضربات مركزة داخل العمق الإسرائيلي على غرار ما حدث اليوم من استهداف لمنزل بنيامين نتنياهو؟ يا ستي، واضح أنه الكيان الإسرائيلي لم يعد يعطي أي خيار لحزب الله إلا العمل للأمام والتصعيد. هو الآن يحشد 5 فرق على الواجهة الشمالية ويستهدف الضاحية، إذن لا مجال لحزب الله إلا أن يرد وبقسوة توازي الردع، بحيث إسرائيل واحنا سمعنا بالمرات القادمة هو استثنى الضاحية وجنوب بيروت لفترة لعدة حسابات يحسبها أنه حزب الله سيقوم بالرد. حزب الله في المرات القادمة سيصعد، واحنا نلاحظ أنه حزب الله هو يفهم العدو الإسرائيلي ويعلم أن هذا الإفراط في القوة على الواجهة ب5 فرق هو لرفع معنويات مقاتليه المرهقين من غزة، وبهذا الكم هو يحاول رفع معنوياته، بالإضافة أنه الضربة الموجعة التي وجهها حزب الله إلى جولاني في معسكر التدريب وأوقع فيه خسائر، الكيان الإسرائيلي من آلام موجعة ومن معنويات محبطة أكملها اليوم حزب الله في توجيه ضربة أيضا لمقر إقامة نتنياهو. إذن الأيام القادمة هنالك معلومات استخبارية وهنالك مروحة من الأهداف، بنك من الأهداف لدى حزب الله اليوم يستطيع أن يستخدمها، وهو يضع في حسابه أن هذه الحرب ليست قصيرة، هي لمديات أبعد، وهو بالتالي يقتصد بالاقتصاد الحرب بأسلحته، سواء كانت الطيران المسير، سواء بالصواريخ، سواء بتكتيكات استخدام الصواريخ القريبة والمتوسطة والبعيدة المدى. اليوم دخل سلاح جديد اللي هو سلاح المسيرات، وأنا أريد أن أؤكد على زميلي وأشكره على تذكيره أنه المسيرات وبعدم إعلانها أنك تستطيع أن تستخدمها من مسافات آلاف الأميال، وهي تنطلق السيطرة عليها من آلاف الأميال وتنطلق من مكانها ولا يعرف من هو صاحب هذه المسيرة، وبالتالي كان ذكاء من حزب الله بعدم إعلانه عن إطلاقه لهذه المسيرة، لكن نتنياهو هو يحاول توجيه الاتهام إلى إيران ليجد مسوغ آخر يقوم بضربة موجعة على إيران، وإحنا نعلم أن هنالك موجعة قادمة لإيران، وهو يعمل بشكل استباقي بحيث يستعد لحمايته من الضربة من خلال إحضار منظومة دفاع جوي ثاد الأمريكية الصنع، ومحاولة حمايته بمنطقة القنيطرة بوضع حاجز، بالإضافة أنه يتم هو يعلم الكيان الإسرائيلي أن الدفاع الجوي ضعيف،
سواء كان مقلاع داود ولا القبة الحديدية ولا حيث، جميعها تستطيع مسيرات حزب الله ومسيرات باقي أذرع إيران، وإيران بالذات هي أهداف أصبح الكيان الإسرائيلي هو ميدان سهل لاختراق المسيرات. هنالك تستخدم إسرائيل هذه، تستخدم أذرع إيران المسيرات بذكاء برصد. هنالك أيضا في هنالك خلل بشري عند القوات الإسرائيلية. أيضا هنالك معلومات دقيقة يستلهمها ويحللها الجانب حزب الله، وبالتالي هذه كل المعطيات ننتظر أيام قادمة وتنتظر إسرائيل أيام صعبة. طيب كيف كان وقع استهداف يعني منزل بنيامين نتنياهو في قلب إسرائيل على الداخل الإسرائيلي؟ أستاذ نجيب. كل الأوساط الإسرائيلية تعاطت مع هذا الموضوع، تعاملت معه بنوع من الجدية والخطورة. المؤسسة الأمنية من خلال ناطقين ومن خلال ضباط متقاعدين ومحللين عسكريين قالوا بصرف العبارة، ورأوا في هذا السلوك أو في وصول أقصد الطائر المسير إلى منزل نتنياهو اعتبروه فشلا أمنيا خطيرا جدا. وهذه هي رؤية المؤسسة الأمنية الإسرائيلية الرسمية في تصريح لها، عدت وصول هذه الطائرة إلى منزل رئيس الوزراء خطرا أمنيا، يعني أو خللا عفوا وفشلا أمنيا خطيرا جدا. وكان هذا هو العنوان الأوسع والأبرز، وتحت هذا العنوان يعني جاءت التفسيرات وجاءت حالة التعاطف مع نتنياهو، إضافة إلى إجراءات صارمة فرضتها الحكومة على كل أعضاء الحكومة وكل وزراء الحكومة على تحركاتهم، على حراساتهم وبيوتهم، على البرنامج الشخصي لهم. بمعنى إذا كان رئيس الوزراء الشخصية التي يجب أن تكون الأكثر تمتعا بالأمن والأكثر أمانا قد وصلت إليها مسيرات المقاومة ومسيرات العدو الخارجي بين قوسين، فكيف بأعضاء حكومة منهم وزراء يقطنون ويسكنون مستوطنات متواجدة داخل أراضي الضفة الغربية المحتلة عام 1967، وبالتالي إجراءات السلامة والحماية والأمن أقل منها بكثير مقارنة مع تلك الموجودة في كيان الاحتلال في الأراضي المحتلة عام 1948. الكل يعلم أن مستوطنات الضفة يعني عدد قليل جدا منها محاط ببطاريات الكبة الحديدية، وبالتالي إجراءات الأمن والحماية والسلامة بها ليست كتلك الموجودة في المدن الإسرائيلية في الداخل الفلسطيني المحتل. إسرائيل بمؤسساتها الأمنية والعسكرية والسياسية أصيبت بحالة من الذهول والصدمة من جراء قدرات المقاومة أو غير المقاومة من الوصول إلى منزل رئيس الوزراء. وبالتالي كما قلت يعني الكل تداعى لإدانة هذا الحدث والاتهام إيران واتهام حزب الله والتهديد والوعيد بتصعيد وتيرة القتال وأن الحرب ستستمر بلا عودة وبلا نهاية، لدرجة أن نتنياهو شخصيا يعني كان غاضبا وقال من حاول الوصول إلي واغتيالي سيدفعون ثمن ذلك، وهم ارتكبوا خطأ فادحا. حتى أقطاب المعارضة وقفوا واتهموا إيران، خصوصا أن كما قلت سابقا يعني إيران هي بعبع لدى إسرائيل تستحضرها متى شاءت، ليس فقط في علاقة إسرائيل مع إيران إنما حتى في علاقات إسرائيل الداخلية. في المناكفات السياسية يتم دائما وضع ملف إيران على الطاولة، وحتى في علاقة الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة مع الإدارات الأمريكية المختلفة في كل مرة كان يتم وضع الملف الإيراني وملف النووي الإيراني على الطاولة كجزء من المناكفات والابتزازات والأثمان السياسية وغيرها. بالتالي إسرائيل وجدت مبتغاها في هذه المسيرة، وهي الآن تسوق الاتهامات وتصدرها باتجاه جبهة خارجية. ونحن دائما نعلم يعني السياسة الإسرائيلية في تصدير الأزمات وقت تزايد الشرخ الداخلي، وقت الانقسام، وقت
تعرض إسرائيل للضغوط، دائما تصدر هذه الضغوط الداخلية والخارجية، تصدرها باتجاه جبهة هي تصنعها، هي تستحدثها، هي يعني تجعل من هذه الجبهة في حالة حرب معها، وتصدر هذه الأسرى باتجاه هذه الجبهة، ظنة أن هذه الساحة وهذه الجبهة قد تكون أضعف من كل الجبهات في هذه الفترة. طيب سيادة العميد الركن أيمن، يعني في سياق كل هذه التطورات التي تشهدها عودة يعني استهداف الطيران الحربي الإسرائيلي للضاحية الجنوبية، ناهيك عن يعني استهداف اليوم منزل بنيامين نتنياهو في قلب إسرائيل، كل هذه التطورات هل يذهب إلى سيناريو حرب عسكرية جديدة متطورة ما بين الجانبين؟ يعني هذا يعتمد على بالفترة الحالية يعتمد على الصمود الغزي وصمود حزب الله. يعني أنا بشوف أنه بالفترة الحالية في عندنا استحقاقات اللي هي الضربة الإسرائيلية لإيران، ومن ثم هل إيران ستبتلع الضربة أم لا، أو أنها سترد بضربة أخرى، وبالتالي هذه الضربات والموقف على الجبهة الغزية والموقف بعد استشهاد السنوار والموقف الآن بهذا التحشد على الشمال، بعتقد هذه كلها عوامل تحدد المصير الأيام القادمة. لكن بالمقابل هنالك سعي دبلوماسي أمريكي، وإحنا نعرف أنه أمريكا الولايات المتحدة اليوم هي في مرحلة استحقاق انتخابي، ما بعتقد هنالك تطورات لغاية أيضا، وهو عامل هو من سيربح الانتخابات سواء ترامب أو كاميلا هاريس. هذه العوامل، نجاح المرشح الأمريكي القادم في ظل السياسة العرجاء اليوم للولايات المتحدة، النتائج على الحربية في غزة وفي جنوب لبنان، هذه بعتقد عوامل كلها تحدد القادم. نعم مشاهدينا، ننوه إلى هذا الخبر العاجل، الاحتلال يرتكب مجزرة بقصف على منطقة مشروع بيت لاهيا شمال قطاع غزة، 60 قتيل وعشرات الجرحى بالغارات الإسرائيلية على بيت لاهيا شمال قطاع غزة حتى هذه اللحظات. إذا مشاهدينا ننوه إلى هذا الخبر العاجل، الاحتلال الإسرائيلي يرتكب مجزرة جديدة بقصفه على منطقة مشروع بيت لاهيا شمال قطاع غزة، الأنباء الأولية تتحدث عن سقوط 60 قتيل وعشرات الجرحى بالغارات الإسرائيلية على بيت لاهيا شمال قطاع غزة. سيادة العميد نتركك ومن أجل التعليق على هذه المجازر وهذه الاستهدافات العسكرية التي ما زالت ترتكب بحق الفلسطينيين في قطاع غزة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي. واضح أنه الكيان الإسرائيلي في غزة هو يواجه فشلا ذريعا، هو لم يحقق الأهداف اللي كان معلنها، سواء كان القضاء على حماس واسترداد الأسرى، بالإضافة إلى الأهداف الغير معلنة بالتهجير، هو لم يعمل شيء، سوى أنه الآن حاول من أسبوعين باستهداف جباليا، واليوم شفنا بحاول يضغط على بيت لاهيا. هذه المناطق اللي هو الشمال، هو العدو الإسرائيلي يحاول تنفيذ مخطط الجنرالات. هذا الجنرال اللي اسمه إيغور آيلاند هو يحاول تنفيذ ما يفكر به هذا الجنرال المتقاعد. هو عمل كالتالي، فصل شمال غزة عن جنوبها من خلال محور نتساريم، وابتلع جزء من الأراضي بالزيتون وبالشجاعية، ووضع هنالك لوائين وأربع ثكنات عسكرية، وبالتالي فصل القطاع إلى قسمين، إضافة أنه احتل معبر
رفح ومحور فلادلفيا، بالإضافة أنه أنشأ طريق ديفيد في هذه الفترة، وبالتالي اقتطع جزء من الأرض، ومن ثم وضع منطقة عازلة في على الجهة الشرقية بعرض 2 كيلومتر. هو الآن يحاول فصل الشمال عن الجنوب بحيث يبقى الشمال هو منطقة عازلة، منطقة مستقبلية للمستعمرات، للمنطقة زراعية، منطقة سكنية. واحنا بنلاحظ ما يقابل البحر بالمنطقة الشمالية هو هنالك بئر غاز، بالإضافة هو يخطط الآن لبناء خط غاز من شمال غزة باتجاه قبرص. المسألة ليست مسألة دينية واحتلال وتهجير، بالإضافة هنالك هدف اقتصادي بعيد المدى. وهذه الضربات اليوم الموجعة والإبادة الجماعية أمام سكوت العالم وأمام خذلان هذا العالم وأمام هذا الصمت العربي، هو استفرد بالمدنيين العزل في غزة، وهو يعاني أيضا من مقاومة موجودة تحاول توقع في أكبر الخسائر وتجر إلى مناطق تقتيل وتوقع فيه في كمائن محسوبة ومخطط لها. هذا هو الوضع الآن في غزة. ننوه مشاهدينا إلى هذا الخبر العاجل. إيران تنفي مسؤوليتها عن استهداف مقر بنيامين نتنياهو وتقول إن حزب الله اللبناني هو الذي نفذ هذه العملية. إذن إيران تنفي مسؤوليتها عن استهداف مقر بنيامين نتنياهو وتقول إن حزب الله هو من نفذ هذه العملية. أستاذ نجيب، تعليقا على هذه التصريحات الإيرانية اليوم التي تنأى بنفسها عن هذه العملية وكذلك عن الانتهاكات المتواصلة ومجزرة الاحتلال الإسرائيلي التي ارتكبها بقصف على منطقة مشروع بيت لاهيا شمال قطاع غزة. أولا، الشق الأول فيما يتعلق بالتصريحات الإيرانية، ثبت الهلال على الأقل إيرانيا، بمعنى إيران هي تؤكد عدم مسؤوليتها أو تنفي مسؤوليتها عن إرسال هذه الطائرة المسيرة. وبالتالي الثابت الآن من خلال التصريحات الرسمية الإيرانية أن إيران لا علاقة لها بهذه المسيرة. الآن فيما يتعلق بالشق الثاني، أن إيران أعلنت أيضا بشكل رسمي أن حزب الله من يقف وراء هذه المسيرة. باعتقادي لا بد من الانتظار لبيان حزب الله وتبني حزب الله لهذه المسيرة، ولكن حتما يعني إيران لم تكن تقصد في هذه التصريحات، أو ليس القصد من هذه التصريحات المثل العام رمتني بدائنا وانسلت، لا، ولكن الجبهة الإسرائيلية اللبنانية إن صحت الآن هي جبهة مشتعلة وهي ساحة حرب حقيقية، وإن كان الاحتلال حتى اللحظة لم يعلن الحرب بشكل رسمي على لبنان وعلى حزب الله اللبناني، إلا أن ممارسات الاحتلال على الأرض هي حالة حرب حقيقية وحرب مفتوحة، يعني مواجهة شاملة على مستوى عالي أقرب إلى الحرب. وأنا أتفق مع سيادة العميد بأن ما يجري في الشمال الآن هو حرب، وأن حزب الله فتح يعني حشر في الزاوية، والذي حشره هو الاحتلال، لم يترك لحزب الله مجال، بمعنى الاحتلال هو الذي غير كل قواعد الاشتباك التي كانت متعارف عليها طيلة فترة طوفان الأقصى قبل شهر كده من الآن. الاحتلال هو الذي صعد من إطلاق النار، وهو الذي غير قواعد استهداف المدنيين، وهو الذي قصف على عمق معين بعيد داخل لبنان، داخل بيروت وبعلبك، وهو الذي سدد الضربات الأمنية والعسكرية الضربة تلو الضربة لحزب الله، وهو الذي اخترق أو قصف حتى الحاضنة الشعبية لحزب الله، أي المواطنين اللبنانيين المدنيين. بمعنى إسرائيل هي من غيرت كل قواعد الاشتباك، ولم تترك لحزب الله فرصة إطلاقا إلا لتغيير قواعد الاشتباك والدخول في حالة مواجهة مفتوحة. وحزب الله يعني ربما عاجلا من حالة الإرباك والارتباك الداخلي وفجوة بين القيادة القاعدة، ولكن حزب الله على ما يبدو أعاد ترتيب صفوفه سريعا وخرج من هذه الفراغية سريعا، ولا أدل على
ولا أدل على ذلك من خلال طبيعة الضربات التي يسددها حزب الله إلى إسرائيل إذا كان الاحتلال، بمعنى على الأقل آخر أسبوع حزب الله بدأ يستهدف المدن الفلسطينية المحتلة على عمق معين استهدافا مباشرا للأحياء وعلى رؤوس المدنيين، يصيب ويقتل ويجرح ويصيب أهداف حساسة، حتى وصل الموضوع إلى استفزاز إسرائيل أمنيا ومسيرات حزب الله فوق كل منظومات الجو الإسرائيلية والأمريكية تطير فوق السماء حيفا تصوره بالكامل، تعود أدراجها تصل إلى بيروت تسلم بنك الأهداف الذي حصلت عليه ويقوم حزب الله بنشر ذلك. بالتالي نحن الآن في حالة مواجهة مفتوحة عسكرية أمنية، شيء طبيعي أن يصل حزب الله إلى منزل نتنياهو رئيس الوزراء. إسرائيل وصلت إلى الضاحية ووصلت إلى أمين عام سيد حسن نصر الله. شكرا لك على كل هذه التفاصيل وهذه التحليلات، كنت معنا مباشرة من رام الله الكاتب والمحلل السياسي نجيب مفرجة، كما نشكر ضيق فيه كان معنا مباشرة من عمان الخبير العسكري والاستراتيجي العميد الركن أيمن الروسان على كل هذه التحليلات. بالعودة إلى باقي أخبار هذه التغطية، قال رئيس الوزراء الأردني جعفر حسان قال إن بلاده لن تسمح لأي جهة كانت أن تستنسخ نماذج الفوضى والدمار التي حول الأردن إلى بلده، وأضاف حسان أن الأردن يدعم فلسطين لكن لن يقبل أي تحريض على أمنه. جاء ذلك بعد يوم من قيام شابين أردنيين باجتياز الحدود الفلسطينية وإطلاق النار على جنود إسرائيليين، تبين لاحقا أنهما ينتميان إلى جماعة الإخوان المسلمين في الأردن. وللتفاصيل أوفى مشاهدينا عن هذه التصريحات الأردنية فيما يتعلق بآخر التطورات الأمنية في المنطقة، تنضم إلينا مباشرة من عمان مراسلتنا بديعة سوان. بديعة، إذا نرصد معك آخر التصريحات الأردنية الرسمية بخصوص ما يحدث في المنطقة. نعم أمينة، بالفعل نحن اليوم أمام أولى تصريحات حكومية بعد يوم واحد من عملية البحر الميت كانت على لسان وزير أو رئيس الوزراء الأردني جعفر حسان، قال وأكد بأن الأردن لن يسمح لأي كان اختراق القانون أو اختراق القانون أو التجاوز على القانون وعلى مؤسساته، وكذلك الأمر تحدث عن عدم إمكانية يعني لأي كيانات أن تستغل الناس وعواطفهم من خلال يعني من خلال سواء كان جهات داخلية أو خارجية في هذه المرحلة العصيبة والحساسة التي تمر بها المنطقة. أكد جعفر حسان على موقف الأردن الثابت بدعم القضية الفلسطينية، وفي نفس الوقت هو أكد بأن الأردن لن يسمح لأي كان استنساخ تجارب الفوضى والدمار في الدول المجاورة. وهذه التصريحات هي الأولى من نوعها في الحقيقة أمينة، نتحدث اليوم عن عملية نوعية في تمت الليلة أو الأمس، يعني كانت عملية البحر الميت والتي شنها أو التي قام بها شابين في البحر الميت الذين تجاوزا الحدود الأردنية ووصلا إلى الحدود الإسرائيلية. وهذه العملية ربما تختلف عما سبقها، شهدنا خلال منذ 7 من أكتوبر العام الماضي كان هنالك العديد من المحاولات من شبان أردنيين يحاولون الوصول إلى الحدود الإسرائيلية ولكن كانت الجهات الأمنية في الحقيقة تمنع ذلك، ولكن هذه العملية تعتبر عملية نوعية لعدة اعتبارات، بأن هذين الشابين كانا قد نشرا في الحقيقة فيديوهات يعني يعبران عن وصيتهما وكانا قد تحدثا بأنهما يمتلكان السلاح. هذه السرديات جميعها فتحت الحديث واسعا في الأوساط السياسية الأردنية، وخاصة بعد أن تحدثت الإخوان المسلمين في بداية أو بعد العملية بساعات قليلة بأنهم يتبنون هذه العملية وأن الشبان يتبعون لهذه الجماعة، ولكن سرعان ما يعني تحدثوا قالوا بأن هذان الشبان لا ينتميان للجماعة، وأكدا اليوم أيضا بأن هذان الشبان لا ينتميان إلى الجماعة. وفي طبيعة الحال هذه العملية مثل ما تحدثت هي تختلف عن سابقتها، وخاصة عملية ماهر الجاز الذي كان أصلا متواجدا في معبر الكرامة. اليوم الأردن يجدد التأكيد على أن الأردن يدعم فلسطين ولكن لا يكون ذلك على حساب أمنه واستقراره، وبطبيعة الحال الأردن يرى بأن هذه العمليات ربما قد تؤجج الصراع
وقد تجر المنطقة إلى حرب إقليمية وقد تفتح جبهة أيضا على الأردن. الأردن بغنى عنها ويعمل منذ 7 أكتوبر على حشد موقف دولي ودبلوماسي يهدف إلى وقف النزاع في المنطقة وعدم جر المنطقة إلى حرب إقليمية. من شأنها تجر المنطقة إلى يعني ما لا يحمد عقباه مثل ما يتحدث المسؤولين الأردنيين. وفي طبيعة الحال يعني الأردن اليوم يجدد التأكيد على أن على موقفه الثابت تجاه القضية الفلسطينية، ويجدد أيضا التأكيد على أن الأردن يهدف بشكل أساسي إلى منع رقعة النزاع وابتداء من وقف الحرب في قطاع غزة، وبعد ذلك ربما يتم الحديث عن ما بعد أو السيناريو ما بعد حرب غزة. ولكن في كل هذه الإطارات نتحدث اليوم عن أول رد رسمي واضح وصريح لكل يعني أي تحركات من شأنها تعمل على زعزعة أمن واستقرار الأردن، وخاصة بأنه خلال الفترات الماضية كنا قد شاهدنا محاولات إسرائيلية لاستفزاز الأردن سواء من خلال تصريحات نتنياهو أو من خلال وزرائه المتطرفين أو حتى من خلال الاختراقات والانتهاكات التي يقومون بها في المقدسات الإسلامية والتي تقع ضمن الوصاية الهاشمية. شكرا لك على كل هذه التفاصيل وهذا الرصد، كنت معنا مباشرة من عمان مراسلتنا بديعة السوهان. في سياق التصريحات الدولية، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قال إنه ثمة نهج واضح في عقلية إسرائيل ورئيس وزرائها بنيامين نتنياهو، وهو توسيع الحرب الدائرة حاليا لا إبقاؤها ضمن نطاق معين. جاء ذلك في مؤتمر صحفي مع المستشار الألماني أولاف شولتس عقب لقائهما في اسطنبول. وأضاف أردوغان أنه بحث مع شولتس الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في غزة وبقية الأراضي الفلسطينية وهجماتها ضد لبنان. Ve bunu aynı şekilde devam ettiriyorlar. Zaten İsrail. من جانبه قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان قال إن السلوك العدواني الإسرائيلي يرغم إيران على اتخاذ خطوات مشروعة للرد. وأضاف فيدان خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية الإيراني أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يفتح باستمرار جبهات جديدة في المنطقة، معتبرا أنه لا ينبغي الاستهانة بخطر رؤية الحرب تمتد إلى المنطقة برمتها. من جانبه استنكر وزير الخارجية الإيراني ما أسماها جرائم الحرب الإسرائيلية التي لا تعرف حدودا، مؤكدا أن احتمال توسع الحرب في المنطقة ما زال جديا. مجاهد شهید یحیی سنبار رو به شدت محکوم میکنیم. تجربه ثابت کرده که شهادت این گونه رهبران بزرگ هیچ خللی در مبارزه مشروع مردم فلسطین علیه ظلم و اشغالگری ایجاد نمیکنه، بلکه به اون انگیزه های بیشتر و سرعت بیشتری میده. ننوه مشاهدينا إلى هذا الخبر العاجل وكذلك إلى هذه اللقطات من مشروع بيت لاهيا من المجزرة التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي بغارة على المناطق السكنية. إذا مشاهدينا ننوه إلى ارتكاب جيش الاحتلال الإسرائيلي مجزرة جديدة ببيت لاهيا التي ما زالت أعداد الضحايا غير معلن عنها حتى الآن. إذن الأنباء كذلك تتحدث عن 63 قتيل جراء هذه المجزرة في بيت لاهيا، ولتفاصيل أوفى عن هذه المجزرة تنضم إلينا مباشرة من القدس المحتلة مراسلتنا ريم العمري. ريم، نرصد معك تفاصيل هذه المجزرة الجديدة التي ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيت لاهيا. نعم أمينة، مجزرة مروعة ارتكبها الاحتلال مساء هذا اليوم في قصفه لمربع سكني في مشروع بيت لاهيا شمال قطاع غزة. هذه المجزرة في محافظة شمال القطاع حتى اللحظة راح
ضحيتها 73 شهيد وعشرات الجرحى والمفقودين، بمعنى أن هذا العدد مرشح للارتفاع أكثر. المكتب الحكومي في قطاع غزة لفت أن غالبية الشهداء والجرحى هم من الأطفال والنساء، وذلك بعد قصف مربعات سكنية مكتظة بالسكان، وأن هذه المذبحة الجديدة كما قال جاءت بالتزامن مع قضاء الاحتلال على المنظومة الصحية في محافظة شمال غزة. لا يوجد منظومة صحية تستطيع أن تستقبل كل هذه الأعداد من الشهداء ومن الجرحى، وهناك أيضا مفقودين. نعم، وحتى ريم ابقي معنا نراه مشاهدينا عن وزارة الصحة في غزة تفيد بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي ارتكب مجزرة كبيرة في بيت لاهيا. إذن وزارة الصحة في غزة تعلن بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي ارتكب مجزرة جديدة في بيت لاهيا. ما زالت الأنباء عن عدد الضحايا والمصابين حتى هذه اللحظة غير مؤكدة، إذ أن الأنباء الأولية تتحدث عن 73 سقطوا جراء هذه المجزرة التي ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيت لاهيا، معظمهم من النساء والأطفال. نعود إليك مجددا ريم. نعم، كما قلنا أمينة، العدد هو 73 ولكن مرشح للارتفاع. هناك عشرات الجرحى، هناك عشرات المفقودين. المشكلة كما قال الإعلام الحكومي في غزة أن المنظومة الصحية في محافظات شمال القطاع قضى عليها الاحتلال، بمعنى لا يوجد مستشفيات تستطيع أن تستقبل هذا العدد من الجرحى الذي يصل إلى هذه المستشفيات. ما حدث أن طائرات الاحتلال الحربية شنت غارات عنيفة على مشروع بيت لاهيا ودمرت مربعا سكنيا بالكامل على رؤوس ساكنيه، ما أدى إلى هذا العدد الكبير من الضحايا حتى هذه اللحظة، وأيضا العشرات، فيما لا يزال المعضلة أن هناك العديد ما زالوا تحت الأنقاض ولا تستطيع طواقم الإنقاذ الوصول إليهم. وبحسب التفاصيل هناك طائرة مسيرة من نوع كواد كابتر هي التي أطلقت النار على خيم النازحين أيضا في ساحة مستشفى العودة، واستهدفت بشكل مباشر مركبة إسعاف. مشروع بيت لاهيا أمينة، أغلب سكان الشمال متواجدون الآن في مشروع بيت لاهيا مع جزء محدود في وسط وغرب مخيم جباليا، لذلك نحن نتحدث عن عشرات الآلاف موجودون في مساحة لا تتعدى الكيلومتر أو أكثر بقليل، كيلومتر مربع واحد أو أكثر بقليل، هناك عشرات الآلاف موجودين فيه. لذلك هناك يعني حديث عن أن هذا العدد مرشح للارتفاع. هي مجزرة في هذا المشروع المكتظ بالسكان في شمال قطاع غزة، وما زالت طواقم الإنقاذ تحاول قدر المستطاع انتشال الجثمين من أسفل الأنقاض، ولكن هناك صعوبة كبيرة بسبب نقص المعدات، أيضا صعوبة كبيرة لأنه لا يوجد منظومة صحية في قطاع غزة. فبعد أن قام الاحتلال بمجازر عديدة في جباليا وفي مخيم جباليا ودمر المشافي هناك، إذن هناك صعوبة كبيرة في انتشال الضحايا وأيضا في الجرحى الذين يصلون تباعا إلى المستشفى. ننوه مشاهدينا إلى هذه العواجل، ونقلا عن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة تقول أو يقول بأن 73 قتيلا وعشرات الجرحى والمصابين حتى هذه اللحظة، معظمهم من النساء والأطفال، جراء مجزرة ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي في بيت لاهيا شمالي القطاع. إذن مشاهدينا، المكتب الإعلامي الحكومي في غزة يقول بسقوط 73 قتيل وعشرات الجرحى من بينهم ومعظمهم من النساء والأطفال جراء استمرار مجازر الاحتلال الإسرائيلي وارتكابه مجزرة جديدة خلال هذه اللحظات الأخيرة في بيت لاهيا شمالي قطاع غزة. إليك كريم، نعود مجددا لتفاصيل أوفى عن هذه المجزرة الجديدة التي ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي، إذ أن الأرقام بناء على المعطيات الأولية من قبل وزارة الصحة والمركز الإعلامي الحكومي في غزة هي مرشحة للازدياد.
نعم أمينة، الأرقام مرشحة بالازدياد. هذه الأخبار تصلنا الآن أن هناك عدد كبير من المفقودين تحت الأنقاض، لذلك فإن فعليا العدد مرشح للزيادة بشكل كبير، وهذا الأمر أيضا الخطير، بالإضافة إلى أن نتحدث نحن عن الآلاف من السكان محصورون في بضع مترات في منطقة صغيرة جدا لا تتعدى كيلو متر وأكثر بقليل، فقط كيلو متر مربع واحد فيه عشرات الآلاف. لماذا؟ لأن سكان الشمال انحصروا في هذا المكان في مشروع بيت لاهيا، وهناك جزء محدود في وسط وغرب مخيم جباليا، لذلك هناك أعداد كبيرة من الناس، أغلب المواطنين كانوا يذهبون إلى مشروع بيت لاهيا، إلى هذه المنطقة التي قصفها الاحتلال، إضافة إلى ناس من وسط غزة أيضا ذهبوا إلى هناك. المواطنين لا يعرفون إلى أين يذهبون، في كل مكان يذهبون أو ينزحون إليه مرة أخرى يقوم الاحتلال بقصفه. هذه من أكبر المجازر حتى هذه اللحظة التي يرتكبها الاحتلال بحق المواطنين الفلسطينيين في شمال قطاع غزة. هذه ارتفعت حصيلة الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل بحق الفلسطينيين إلى 42,519 قتيلاً و99,637 مصاباً منذ بدء هذه الحرب وهذا العدوان على أهلنا في قطاع غزة. لكن في 24 ساعة الأخيرة جيش الاحتلال ارتكب نحو 3 مجازر ضد العائلات في القطاع، ووصل من ضحاياها للمستشفيات العشرات من الشهداء، ولكن هذه المجزرة الأخيرة رفعت العدد بشكل كبير لهذا اليوم، بعد أن ارتفع العدد إلى أكثر من 73 إذن في مجزرة مشروع بيت لاهيا التي يقطنها الآلاف من الفلسطينيين بحسب الإعلام وبحسب مكتب الإعلام الحكومي الذي قال أن جل الضحايا هم من النساء والأطفال، وأن العشرات ما زالوا تحت الأنقاض. الوضع صعب جدا، الغارات تتجدد الآن، إذن الآن تتجدد الغارات جنوب مدينة غزة، غارات جديدة في وسط وجنوب مدينة غزة، الحديث عن أحزمة نارية محيط المنطقة الصناعية وسط مدينة غزة. مشروع بيت لاهيا هو في الشمال، في أقصى الشمال. واضح. الآن غارات جديدة أمينة على وسط وجنوب غزة في هذه اللحظات. شكرا لك على كل هذه التفاصيل، كنت معنا مباشرة من الضفة المحتلة والقدس المحتلة، مراسلتنا ريم العماري. إذن مشاهدينا ننوه مجددا بهذه العواجل، المكتب الإعلامي في قطاع غزة يعلن ارتفاع عدد قتلى المجزرة الإسرائيلية التي ارتكبها الاحتلال في بيت لاهيا إلى 73 وعشرات المصابين معظمهم من النساء والأطفال، بالإضافة إلى وجود العشرات تحت الأنقاض مع استمرار عمليات الإنقاذ من قبل أفراد وأطقم الصحة في قطاع غزة. بهذا نصل وإياكم مشاهدينا إلى ختام هذه التغطية، دمتم في أمان الله وحفظه. الآن بات تتحدث بأن الغارة الأخيرة الإسرائيلية لم تستمر، غارة بعد غارة في الضحايا. إيران أوصلت رسالة لإسرائيل عبر طالب الجيش الإسرائيلي السكان في قال حزب الله اللبناني إن الجيش الإسرائيلي اعترف